الفنانين المصريين نشروا عبر حساباتهم على إنستغرام كثير من مقاطع الفيديو والصور لجولاتهم في بغداد، وطبعاً الأكل العراقي كان إلى حصة الأسد من إعجاب الفنانين اللي استمتعوا بأكل الدولمة، المسقوف، الجيمر العراقي وغيرها من الأكلات العراقية. أما المذيعة وسط الشلبي فنشرت فيديو وهي تشتري البقلاوة ومن السماء من بغداد. وده اسمه ايه؟ الدبس. الدبس وتحط على الجيمر، يعني انا ممكن اروح فيها، يعني انا بفطر شاي بلبن. شذا حسون بتموتني، بتموتيني يا شذا، انت عايزه مني ايه؟ امبارح بالليل مسكوف ودلوقتي الجيمر. لا عايزه اقول لكم على حاجه، امبارح بقول لهم ايه ده صابون، فقالها سيفي عبده قالت لي لا يا حبيبتي روحي استحمي لوحدك. مش معقول الفطار ده على الصبح يا جماعه، انا اخلي شاي بلبن بس فظيع. لازم ادوق طبعا كل الحاجات دي. وواحده صاحبتي في مصر ديما رشيد طالبه مني جيمر، تفتكروا ممكن اشيل الجيمر ده معايا في الطياره؟ الجيمر ده ممكن يجي معايا الطياره.